السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تمام. كل يوم مقطع، ايش مقطع اليوم؟ رياكشن. هذا راح يكون اخر رياكشن في رمضان. في رمضان؟ اي في رمضان اخر رياكشن. لا تنسوا اللايك والاشتراك، سبت وجود تحت صندوق الوصف، تابعوني عليه كامل وصلوا على النبي و ليتس جو نبدأ الحلقة. طبعا راح اقول لكم السالفة هذه، المقطع هذا واللي بعده واللي بعده بعد. يلا ليتس جو. طبعا ندخل على التيك توك بدون اي حساب بدون اي شيء. ممكن اسالك سؤال؟ يا ريت. هو انت كنت تعرف حد قبلي؟ بلاش السؤال ده عشان هينكد وهتتضايقي وحاجة اتعدت وخلاص. لا لا قول، انا دماغي كبيره هستوعب الكلام ده كله. وانا في ثانوي في بنتك ده كان بس بينا نظرات مش اكتر. روحني ايه؟ روحني. يا انت مش كنت دماغك كبيره؟ ممكن اسالك عجبني. شوفوا مسكين حتى شكله تعبان من الصيام والرمضان. شوف وجهه، شوف وجهه، شوف ناديته وعطيته مستانس. قسما بالله انه رجال، حرام بالله انه رجال. تستاهل انت مقط وبوجهك احسن. ترى الواحد عنده عزه نفس، بنقالي هندي كله، كل واحد عنده عزه نفس، ما له دخل ايش مكان يكون. يا هذا ايش تسوي؟ هو فقير انا. I love you baby. صار والله مصحني نرفز. استغفر يا حيوان يا واطي يا خاين يا شو هدول؟ حلو المقطع، حلو ما شاء الفكرة، احنا مرة بطل لكن نرفزني اللبس، لبسه هنا رفزني بزاف. يا دينا يا عيال خشم لحاله اكبر من راسه، شوفوا خشمه، خشم هذا اكبر من راسه. خربت عدو الحرام سنة. اها ودعت الملاعب انت. ايش تعرف الترند هذا انه يعني كذا يتجمعون بعدين يرفعون الكاميرا كذا وترفع الكاميرا فوق؟ ايش السالفه؟ ما ادري اصلا كيف سووها، ما ادري كيف. نشرب القليل من الشاي. ما وقت جابت لك كاس، ادري ان عندها مصلحة. الله عنب لي. راديو. بالبيت بي عندك حدا ولا حدا جايك؟ يلا يلا افرجيك. راح تصلي عشاء ولا ما تصلي؟ ايه مدد موجود؟ سكر علي، سكر معك. يا عندك نرجع الموضوع، والله لو انها مرتي امي تقول لي غلده ما غلده، وتخيل تخيل غلده وانتشر على التيك توك. طبعا هذا انتشر ترى قديم اصلا، الترند هذا قديم، انك ترسل الواحد اللي هو حبيبك على اساس ترسل لي اياه. طبعا البنت ترسل او الواد يرسل عاد، ما في مشكله يعني. هو ترند غلط اصلا والفكره اصلا غلط، لانه فيها خليني اسولف ولا ارسل حبيبك. تدرون هذا ترند صار فيه انه يعني مثلا الولد ارسل لحبيبته، حبيبته غلطت المقطع هذا نشر تيك توك، يا لعن امه الرخص. وخلينا نقول انك حبيت مثلا واحد، أغونه كله حرام على بالو، بس خلينا نقول حبيت يعني ما تقار عليها يعني. أدي أصلا كل الموضوع كذب ما كذب، بس يا أخي قار عليها أقل شيء يعني. تسوي المقطع عشانك على أساس تحبك، لأن البنت أرهف من الولد. الترند هذا ينرفزني، أنا كل التيك توك كله عبالي ينرفزني. في النقطة هذه تشعر بهدوء يا عيال، تجيك راحه نفسيه، راحه نفسيه. الخميس تنزل لكم القصه يا عيال، بعون الله تنزل الخميس. اذا مو الخميس الجمعه، يعني بتكون انزلها بالليل، الصبح يكون عيد. اوكي ما بسوي زي العيد اللي راح، اذكر العيد اللي راح يا عيال مره طلعت عيد ليش كنت منتج مقطع. اللهم ارزق اي واحد يشعر بالشعور هذا، ارزقه يا رب. ايش في ايش في ايش في عيال؟ الرياض اجمل مدينه عشت فيها، وانا لحد الان عايش فيها صراحه. انا رحت المدينه مكه الطائف كذا عدينا عليها، قسم بالله ان الرياض افضل، والمصحف الرياض افضل. كلام كم مره تضبطوا
كم مرة مدري وين وكم مرة مدري إيش أخص الصغير ذا الصغير ذا على هادي على هادي على هادي على هادي على هادي دمرهم مصيبة ايش السالفة بالله؟ ترى هذه مبالغ مرة كبيرة يعني هذه 50 مليون يمكن صح؟ 5 مليون يا عيال وليه يعني ما قاعد يقدم لك شيء مفيد؟ لو انه يعني يفيدك يدعي لك اقل شيء يا رجل والله ما ادري قسم لا مدري يعني مبالغ مرة طائلة شكلتها ذيني ما اطيقها ابدا ابدا ما كذا في لها عندي كره مو طبيعي الكره وصل ليفل ماكس اعلى من الماكس في اعلى من الماكس دبل ماكس انا اوصل عندي سعد سعيد والله كويس بطل صراحه وش ذا يا عيال وش هذا مو بس هذا ضبع خربيت عدوك هذا قسم لما تجيب لي تونه ينسفك شب في علمك والله ماني شايفه فيك يا حيا يا قليله الحيا معناتها العطب على النظر دخليه انت على شو شايفه حالك بشو فكر حالك احسن مني كل شويه تحنى براب السخن من عند العطار بحطهم على راسي بصير شعري احمر لا وبطلع احلى منك كمان لاني بيضة هلا حبيت التغريده حبيت التغريده صراحه المره فاطمة بس انا ما اطيق نعيدها يا بنات كل ما اطيق انا Unfortunately, they are not snap-ins. It was a slip spit. أنا عيني دي يا جماعة حصل لها نمور باينة. أنا عيني بصوا يعني لو تاخدوا بالكم في هنا كورة وهنا بصوا أعمل لكم إيه تاني. أنا عيني دي حصل لها نمور يعني عيني يعني اتصفت يعتبر فاضل جزء صغير خالص اللي هو يعتبر فيه إنني هما ده اللي بيقولوا لي. والله يشفي إن شاء الله. خابرني وقال لي وينك بيتلقاني بالبيت. كان يقول لي لا كذابة. انتي بقلبي ان علي بليس خوفني عبالي عرف طالعة طبعا الترند ينرفز ترند نفسه ينرفز ليش لانه ترند كذا تحس انه لا مو تحس هو ما هو مضبوط ترند والنوعيات هذه ما هي مضبوطة اكثر منه لاني اكره النوعيات هذه كلهم انت عارف الوحيدة اسمها سارة وهذه وعد يمكن اسمها وعد كلهم خيس من بعض كلهم من نفس النوعية هذا الثاني اللي ماتت عليه نور ستارز المشكلة نور ستارز ما هي حلوة أبدا نور ستارز وبعمر لا أخرى ببجي سويت لها غنية خاصة أوكي عليكم برايت إلى عن جوكم قسم له فورت أطلق فورت عمتكم وهالتان صراحة ما أدري أنا ما أدري لكن نور ستارز ما هي حلوة أنا هذا لو أعطوني عليه 10 مليون ما أوقف هنا يا أنا من هذه هنا 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 لو أوقف هنا 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 تمام معرف إنه هذا كزاز حتى أطيح على طول أدوخ تجيني فطلة يا لطيف رؤى ربع معتز يلا اصحوا هذا بنت راح بالقحطاني أوكي راح بالقحطاني يعني هي نفسها كلام مو رهف هند القحطاني يعني أنا أكره هند وراهف وكلهم وخصيصا رهف رهف أكره كلهم مو طبيعي يعني شايفين ذا المقطع أقل من الثانية 80 مليون مشاهدة خلاص فهمنا والله فهمنا later 80 مليون مشاهدة ومليون وستمية ألف لايك بيع اللي ما شاء الله هذا يبيلها تروح تستيقن هناك بس الحين يجي يقول على التيك توك يقول لك انتم من تتمنى تعيش هناك انا وامك اوكي يعني انا كل سنة المقطع لايك والاشتراك في هذا المقطع مدته نص ساعة يمكن ما يطلع منه 5 دقائق لا تنسوا لايك واشتراك وتسوي وجهة $50 تتابعوني عليها كامل صلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومع السلامة